السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن عادل من قناة ان ذا بوكس. النهاردة هنتعلم ميزة جديدة جدا على هواتف سامسونج، وهو ازاي تخصص الاولوز اون ديسبلاي، وازاي تقدر تضيف عليها تطبيقات مصغرة وحاجات روشة تانية هنتكلم عليها في الفيديو دوت، وكمان ازاي تقدر تتحكم في شاشة القفل بشكل كبير. فتابعوا معايا الفيديو ده للاخر، بس قبل اي حاجة متنسوش بقى تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ومن غير كلام كتير خلينا نخش في الفيديو على طول. عشان نفعل الميزه دي هنيجي كده ونخش على تطبيق الجود لوك، هتلاقيني ساب لكم رابط التطبيق موجود تحت في الديسكريبشن وفي اول كومنت موجود في التعليقات. ندخل على تطبيق الجود لوك مع بعض، وبعد كده هنختار اللوك ستار وهنفعل الخيارين دول ونخليهم اون. بعد كده هنيجي هنا على الاولوز اون ديسبلاي ونضغط عليها ضغطه بالشكل ده، هيظهر لنا القايمه دي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لو عايزين نغير بقى شكل الساعه دي عن الاشكال اللي هي موجوده عندنا في الجهاز، هنضغط ضغطه بالشكل ده كده، وبعد كده نيجي هنا على الأيقونة دي هنلاقي ان هنا ظهر لنا اشكال ساعات كتيرة جدا غير الاشكال اللي موجودة عندنا. يعني زي ما احنا شايفين كده، ده شكل جديد وده شكل جديد خالص، وعندك هنا مثلا الشكل ده. فانت هنا عندك شوية اشكال كتيرة جدا تقدر تختار منها الشكل اللي انت عاوزه. مثلا اخترنا الشكل ده، تقدر برضو انك تضيف تطبيقات مصغرة على الاولوس اون ديسبلاي. يعني مثلا لو جينا ضغطنا هنا بالشكل ده، وبعد كده جينا هنا على التطبيقات المصغرة دي ونعمل اد ويدجتس، تلاقي بقى هنا عندك كل التطبيقات المصغرة اللي موجودة عندك على الجهاز تقدر تضيفها على الاولوز اون ديسبلاي. يعني مثلا وليكن التقويم، هنختار مثلا التقويم بالشكل ده، وبعد كده نعمل له اد. زي ما احنا شايفين كده نقدر نضيفه على الاولوز اون ديسبلاي ونعمل له حفظ، هنلاقي ان هو ظاهر هنا تحت الساعة زي ما احنا شايفين بكل سهولة. عندك هنا برضو الاختصارات دي ممكن تلغيها خالص او تسيبها موجودة زي ما احنا شايفين، او لو عايز تضيف ويدجتس تانية بتضغط هنا وبعد كده بتعمل اد ويدجتس. وعندك هنا برضو تقدر تتحكم في ايقونة الشحن اللي هي البطارية، لو ضغطنا عليها بالشكل ده وجينا هنا على الويدجتس بتاعتها هتلاقي ان ممكن تختار الشكل ده او الشكل دوت على حسب ذوقك انت. وبعد لما نخلص تخصيص الاولوز اون ديسبلاي ده هنيجي هنا على سيف، وبعد كده نيجي نخرج بره ونشوف الاولوز اون ديسبلاي بقى شكله عامل ازاي. زي ما احنا شايفين بالشكل ده ظهر لنا هنا الاشعارات، وظهر لنا الساعة، وظهر لنا التقويم زي ما احنا شايفين كده. فدي كانت أول ميزة موجودة معانا في اللوك ستار عن طريق تطبيق الجود لوك. بعد كده هنيجي هنا على شاشة القفل نضغط عليها بالشكل ده، هتلاقي موجود هنا عندك بقى شاشة القفل تقدر تتحكم فيها بكل سهولة، تقدر تغير حتى مكان الساعة. لو ضغطت ضغطة مطولة بالشكل ده تقدر تتحكم في مكان الساعة وتحطه في أي مكان موجود عندك على شاشة القفل، ولو ضغطت على الويدجتس بتاعت الساعة بالشكل ده تقدر تغير هنا برضو أشكال الساعات. مثلا ممكن تختار الساعة دي وتكبر حجمها أو تصغره زي ما أنت عاوز، وممكن برضو تختار اشكال تانية. عندك هنا اشكال كتيرة جدا، نفس الاشكال اللي موجودة في الاولوز اون ديسبلاي موجودة عندك هنا في شاشة القفل. مثلا هنخلينا نختار شكل الساعة ده وعايزين نغير حجمها، نيجي هنا على السكيل ده ونصغرها شوية بالشكل ده، وبعد كده هنعمل سيف. ومثلا هنا لو عايزين نضيف ويدجتس جديدة هنضغط هنا على شاشة القفل، وبعد كده نعمل اد ويدجتس ونختار اي ويدجتس من اللي موجودة عندنا على الجهاز، وليكن مثلا ويدجتس بتاعت اليوتيوب اللي هي البحث في اليوتيوب بالشكل ده، وبعد كده نعمل اد، وتقدر انك تسحبها بالشكل ده وتضيفها هنا زي ما احنا شايفين كده. فانت هنا تقدر تخصص شاشة القفل عن طريق اللوك ستار من خلال تطبيق الجود لوك على حسب ذوقك انت، وبعد كده بتعمل سيف وبتلاقيها ان هي اتظبطت عندك على الجهاز. لو عايز تلغي اللوك ستار او شاشة القفل بتاعت اللوك ستار دي ممكن تلغيها من هنا بكل سهولة عن طريق وتخليها اوف بالشكل ده لو انت مش حابب الشكل دوت، لو عايز تخلي الاولوز اون ديسبلاي لوحده. هتلاقوا رابط برنامج الجود لوك موجود تحت في الديسكريبشن وفي اول كومنت موجود في التعليقات. وبس ده كان كل حاجه النهارده موجوده معانا في الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.